بهالخريطة رح تلاقوا كل شي بتحتاجوا تعرفوه عن مسار سباق نصف الماراثون لمسافة 21.1 كيلومتر والمحطات الموجودة عليه. خلينا نتعرف على المحطات. محطات المي رح تكون موجودة بمنطقة التجمع عند نقطة الوصول وعند كل 2 كيلومتر ونص على طريق السباق. انتبهوا انكم تشربوا مي كفاية خلال النهار. رح تكون محطات سفنج المبلل بالمي، الجيتوريد والفويكي موجودة على كل 7 كيلومتر ونص لتضلوا تشعروا بالانتعاش انتو عم تركضوا. صليب الأحمر اللبناني، منظمين السباق والدراجين رح يكونوا موجودين على طول مسار السباق بحال احتجتوا مساعدة. رح تتوزع الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية عند خط الانطلاق وخط الوصول وعلى طول مسار السباق لتقديم أي مساعدة. محطات التوقيت موجودة على الانطلاق والوصول ونقاط الالتفاف وعلى الخمسة كيلومتر. الحكام رح يكونوا عم يراقبوا المتسابقين ويعايروا الوقت. انتبهوا منيح تركضوا المسافة كلها. لحتى تضلوا بكامل نشاطكن وحيويتكن رح تشوفوا محطات ترفيه على طول مسار السباق. اتطلعوا على المناطق الصديقة للبيئة على طول مسار السباق مطرح ما لازم تتخلصوا من الأنانة الفاضية. دورات المي رح تتواجد عن نقطة الانطلاق والوصول والخمسة كيلومتر والسبعة عشر كيلومتر. بينطلق سباق نصف الماراثون من واجهة بيروت البحرية وبيتوجه يمين صوب زيتونة باي على كورنيش البحر لحد المنارة الجديدة، بيلف أقصى اليسار وليرجع ويمر بالجامعة الأمريكية ببيروت وصولاً لأوتيل فينيسيا. بيتوجه فوق النفق ليوصل لتقاطع الجنرال فرانسوا الحاج وبيكمل باتجاه بلدية بيروت. بيتوجه يسار بعد يمين نحو جسر شارل الحلو. بياخد يمين بعد محطة البنزين باتجاه مرم خايل، بعدها بياخد يسار لجسر برج حمود وكمان يسار ليوصل على الطريق البحرية، بيجتاز سيتي مول وبعدها بيلف لأقصى اليسار ليوصل لساحة برج حمود الرئيسية، بيتجه يمين نحو تقاطع كورنيش النهر وبيكفي لمرم خايل مرورا تحت جسر السكة وصولا لشركة كهرباء لبنان وشارع باستر حتى نهاية الطريق. بيتوجه يمين فوق الجسر صوب تقاطع بيت الكتايب وأخيرا بياخد يسار بعكس السير ليقطع خط الوصول بساحة الشهداء.